انا بعتقد ان اللي احنا فيه ده يمثل تجسيد حقيقي لحاله التخبط والعشوائيه اللي بتدار بيها او بيدار بيها اهم اتحاد رياضي في مصر. والسؤال هنا مش عن الجريمه في حد ذاتها، السؤال هنا عن، وانا من الحقيقه مش بتهم القائمين فقط في التوقيت الحالي على اتحاد الكره او عن مسؤوليه اتحاد الكره المصري، لجنة الخماسيه، لكن الحقيقه انا بتهم كمان مسؤولين سابقين. ازاي كل هذه الفتره احنا لغايه النهارده بنسمع عن اتهامات متبادله؟ الحقيقه يعني حاجه مضحكه، يعني حاجه مزريه، حاجه سميها زي ما تسميها، لكن انه احنا نسمع اتهامات موجهه ما بين لعيبه وما بين مديرين فنيين سابقين وما بين مسؤولين حاليين وما بين مسؤولين سابقين في اداره اتحاد الكره المصري، انا اعتقد دي جريمه في حد ذاتها، يمكن تكون في نفس مستوى جريمه فقد او سرقه او ضياع، انا مش عارف ايه المسمى حتى اللحظه. احنا لغايه اللحظه اللي بنكلم حضراتكم فيها وزاره الشباب والرياضه اعلنت انها شكلت لجان عشان تتابع هذا الموضوع من كافه جوانبه، وخصوصا طبعا الجانب القانوني، ده يهمنا، في مسؤوليه كبيره جدا اعتقد بتقع على المسؤولين في اتحاد الكره. واعتقد انه وقعه زي دي بعد مرور هذا الكم الكبير جدا من السنوات كان مفترض ان يبقى فيه اجابات واضحه وحاضره وشافيه، وده طبعا اللي ما حصلش. على كل الاحوال